بالنسبة لصلاة التجنيز كان على جثمان نيافة الأنبا أثناسيوس، كان النهاردة ترأسه قداسة البابا توادروس في الكنيسة البطرسية، حيث أقيمت في 11 من صباح اليوم صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، والذي رقد في الرب يوم 22 من أكتوبر الماضي، وتم نقل جثمانه إلى مصر ليدفن في دير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون، وده كان بناء على وصيته، يعني هو اللي كان كاتب الوصية أنه يدفن في الدير. وقداسة البابا صلى صلوات التجنيز وشاركه في هذه الصلوات 27 من أحبار الكنيسة. شارك أيضا وكيل عام البطريركية بالقاهرة وعدد من الأباء الكهنة والرهبان، وأيضا خورس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالنسبة لألحان وصلوات ومردات صلوات التجنيز. وطبعا كان الحقيقة كلام حلو جدا كتب عن المتنيح الأنبا أثناسيوس، وإزاي إن هو يعني له مكانة كبيرة جدا في قلوب كل الفرنسويين، وإنه فعلا يعني إنسان جميل، كان يعني فعلا خادم جميل جدا. Y maintenant c'est Amba Athanasios. Amba Athanasios m'a marié et a baptisé mes enfants et a aussi baptisé certains de mes petits-enfants. J'ai 14 petits-enfants. Et alors, il n'a jamais lâché vraiment cette partie. أول حاجة أنه كان إنسانا أصيلا في معرفته بالكنيسة القبطية. والأصالة يا إخوتي عنصر نادر الوجود، إنسان يبقى أصيل. ورغم أنه كما قلت لم يولد فيها، ولكنه عندما ارتبط بها، ارتبط بالكنيسة القبطية، صار مخلصا وأمينا إلى آخر نفس، محبا للكنيسة، محبا لأبائها، ومحبا لتقليدها، وكان صوت للكنيسة القبطية في أوروبا، كان صوت من خلال محاضراته، من خلال عظاته، من خلال علاقاته، كان